موجود عاملينها برضو على مجموعه من الجواكت زي الجواكت اللي انا وريها لكم دي. دول اي جاكيت فيهم عامل 200 جنيه بس، 200 جنيه بس يا جماعه علشان متابعين قناه مشاوير. بصوا برضو الجواكت اهي برضو مبطنه، يعني مش جواكت خفيفه، لا جواكت برضو مبطنه اهو. ده عامل 200 جنيه يا جماعه. بصوا في منه الوان، في منه اللون ده، في منه اللون الكحلي، وفي منه اللون اللي هو الاصفر، وده كده جلد. الوان كتير برضو موجوده. برضو في حاجه زي كده برضو مبطن من جوه كله، عامل 200 جنيه يا جماعه. ده حاجات حلوه جدا وشيك بصراحه. احنا هنا برضو هفكركم، احنا في محل الصفا والمروه عند التدريب المهني شارع صلاح الدين. اهلا بيكم متابعين قناه مشاوير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده في شارع صلاح الدين، دي الدخله بتاع صلاح الدين من الساعه، بندخل كده اول شارع على ايدك اليمين. احنا هنا في ظهر كارنفال بتاع تصوير اتيليه بنت الباشا، قدامنا قدامه على طول محل اهو رجالي الصفا والمروه. محل الصفا والمروه عنده تشكيله من الموديلات الرجالي حلوه جدا، منزل عروض جميله، ومنزل كمان جواكت، سويت شورتات، بناطيل جينز، عنده كل حاجه وعنده كل المقاسات والوان بقى وخامات مختلفه. خليكم طيب. اسعار بقى اللي هي اي قطعه ب 260. بصوا بقى البلوفرات دي كده، عندنا اي قطعه ب 260 جنيه. الشغل ده كله شغل مكان. تمام. ده كده يا جماعه تشكيله البناطيل اللي عندنا اهي، في بناطيل جبردين، وفي جينز، في قماش عادي، في الوانات طبعا بقى من كل حاجه. يعني كل ده كده سيكشن البناطيل. اسعار من كام؟ من 150 لكام؟ لحد 260. من 150 ل 260 جنيه. والمقاسات؟ مقاسات من كام لكام يعني؟ 29 لحد 44. من 29 ل 44، يعني كل المقاسات موجودة يا جماعة هنا. برضو الخامات بتاعتهم نظيفة جدا، يعني بصراحة حاجاتهم حلوة وشيك وخامات لا يعلى عليها. بصي هنا بقى في شميزات اللي هي الكارو، أي قطعة برضو منهم عاملة 260 جنيه. اه أنا عارفة والله. وبعدين الخامة هنا حلوة، خامة ناعمة وتقيلة مش خفيفة. بصوا يا جماعة هو معاه كده كابتسو، يعني هما مدخلين الميلتون مع الكارو. في ألوانات بقى طبعا كتير اهو. في كمان من الجنس ده الوان برضو كتير اهي. المحل هنا احنا في الصفا والمروه شارع صلاح الدين ورا التدريب المهني يا جماعه، محل الصفا والمروه. برضو الحاجات دي كلها برضو بلوفرات. بصوا ده برضو شكله حلو قوي ومميز قوي بالتضليعه اللي فيه. في برضو منه الوان. برضو سعره 260 جنيه، هي قطعة من البلوفرات دي عاملة 260 جنيه. بس يا جماعة بقى دي جواكت كده كلها مبطنة، كل الجواكت اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي مبطنة كده بالكامل، عاملين 550 جنيه. بتدفي جدا، يعني بتدفي قوي قوي قوي. والخامة اللي من بره دي شمواه كده ناعمة، وفي حاجات بقى داخل فيها جلد كده، في حاجات كلها شموه برضو كذا لون. برضو ده زي ما انتوا شايفين كده، بصوا كله مبطن فرو من قدام كده، من الصدر ومن الظهر مبطن فرو. في برضو عندهم الجوخة اهو، ده كده الجوخ، وفي جيبين كده من تحت برضو، ده مبطن برضو يا جماعه، مبطن فرو كده. برضو مقاسات عندهم، مقاسات من اول ميديوم لحد 3 اكس ولحد 4 اكس كمان موجود. السكشن ده كده كله
هيعمل 550 جنيه. عندهم بقى عروض عاملينها برضو على مجموعه من الجواكت زي الجواكت اللي انا بوريها لكم دي، دول اي جاكيت فيهم عامل 200 جنيه بس، 200 جنيه بس يا جماعه علشان متابعين قناه مشاوير. بصوا برضو الجواكت اهي برضو مبطنه، يعني مش جواكت خفيفه، لا جواكت برضو مبطنه اهو. ده عامل 200 جنيه يا جماعه. بصوا في منه الوان، في منه اللون ده، في منه اللون الكحلي، وفي منه لون اللي هو الاصفر، وده كده جلد. الوان كتير برضو موجوده، برضو في حاجه زي كده برضو مبطن من جوه كله، عامل 200 جنيه يا جماعه. ده حاجات حلوه جدا وشيك بصراحه. احنا هنا برضو كده، هنا سويت شورتات، ده سويت شورت كده مفتوح، تحتيه سويت شورت تاني بجيوب كده، وبرضو تقدري تاخدي قطعة واحدة او تاخدي قطعتين كده على بعض. في منه الوان، اللون الاخضر، اللون الموف، وفي كمان اللون اهو الجري ده. الخامة يا جماعة بتاعته ميلتون بوابرة كده، التقفيل برضو بتاعه حلو جدا، يعني بصوا التقفيل بتاع الجيب، التقفيل من جوه ده كده شغل تطريز، شكله حلو قوي. في برضو حاجات كده بتبقى جينز وميلتون الاثنين مع بعض، يعني هنا الكم عندنا ميلتون وده كده جينز، ده برضو في منه مقاسات. هنشوف برضو الاسعار دلوقتي معاكو عامله ايه. في منه اللون اللي هو الاسود، وفي منه اللون اللي هو الازرق الجينز. ده سعره عامل 350 جنيه، وده سعره عامل 450 جنيه، وبرده في منهم مقاسات من اول ميديم لحد اكس لارج. لا هو كمان موجود لحد 6 اكس، هو لسه قايل لحد 6 اكس موجود، يعني يلبس برده تلبيس لحد 120 كيلو. في برده ده كده جاكيت جلد تحتيه بيزك ابيض بكولا، وده برضو عامل كام؟ الجاكيت ده عامل 650 جنيه. بصوا يا جماعه من جوه مبطن كده، طبعا انتوا عارفين اسعار الجواكت دلوقتي بقت عامله ازاي. والبيزك ده عامل 195 جنيه. في برضو منه الوان، لا في نوع تاني شكل تاني اللي هو ده، ده عامل شبه الووتر بروف شويه، يعني هو جلد بس ووتر بروف، برضو من جوه زي ما انتم شايفين مبطن كده. ده اللون ده لون بني، في برضو منه اللون الاسود بس من غير التضليعه اللي موجوده في القماش، وبرضو مبطن فرو كده. البني ده عامل كام؟ 550. ده 550 وده عامل 450 يا جماعه، والاثنين مبطنين قطيفه وفرو. في برضو الجاكيت ده جبردين على جينز، برضو مبطن كده زي ما انتم شايفين من جوه فرو، تحتيه شميز. ده برضو عامل كام؟ 380 جنيه يا جماعه. ده برضو في منه مقاسات وهو بيقى كده. برضو تعالوا اوريكم في تنوع هنا في السويت شيرتات. في عندنا بقى سويت شيرتات كده بسوسته، في هنا بكباسين كده، الوان هي مختلفه. برضو الاسعار السويت شيرتات دي كده عامله كام؟ من 280 ل 420 يا جماعه. السويت شيرتات اللي انتم شايفينها دي، في كده مقفول بكابتشو، واللون اهو المنت ده، الشغل بتاعهم يا جماعه حلو جدا. بص انا هوريكم القماش برده من جوه، القماشه من جوه اهي وبره، وكل الحاجات دي ميلتون قطن، يعني ما بتوبرش ما بتبهدش، حاجات نظيفه جدا. احنا هنا في محل الصفا والمروه شارع صلاح الدين. برضو في ده كده ماتشنج ما بين اللونين الكحلي والجري،
وبرده الجزء اللي تحت ده كله برده من 280 ل 420 جنيه يا جماعه. دي كده السويت شورتات اللي موجوده عند الصفا والمروه. افكركم احنا في محل الصفا والمروه عند التدريب المهني شارع صلاح الدين. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، وهنستناكم بقى تيجوا محل الصفا والمروه هنا برضو. تعالوا قولوا لهم ان انتوا تبع قناه مشاوير، هيعملوا لكم خصومات حلوه جدا. وما تنسوش بقى اللايك والاشتراك للقناه، وسيبوا لنا بقى الاستفسارات بتاعتكم في تحت في التعليقات. باي باي.